أجمل أغاني ليلى مراد نسترجعها الليلة على مسرح ليلة أنس. وصلنا للقسم الأخير من حلقتنا الليلة. مشاعل، كنا فرحانين قوي بوجودك معانا الليلة، وعاوزين نعرف إيه شعورك بعد ما رجعنا للزمن الجميل والأغاني الحلوة دي؟ طبعاً أنا مبسوطة أكثر، ولما رجعنا للزمن الجميل طبعاً هذا فخر لي وشرف لي أني أنا أكون متواجدة حتى اليوم بتكريم الفنانة الراحلة، ممكن نقول العملاقة ليلى مراد، لأنه فعلاً عملاقة، وإن شاء الله يكون أنه تكريم العمالقة اللي من الزمن الجميل ما نوقفها، لأنه إحنا تربينا وأصولنا أصلاً كفن، أنا قاعدة أحكي أصولنا أصول فنية إن شاء الله. إن شاء الله. أخبار وذكريات وأجمل أغاني ليلى مراد استرجعناها الليلة في حلقتنا، انطباعات ضيوفنا وفنانيننا هنشوفها في التقرير ده. لو سمعتك كانت ضربتك بالقلم، لو سمعتها حسيت بودان كداب أراهن تتبرع بعشرين جنيه للفقرة. اتفقنا. أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي. الواحد مش عايز يخرج من جو الليلة خالص من كتر جمالها. سنتين وانا حايل فيك. كنا حاسين انه في مشهدية بالاغاني وحشنا الجو والتمثيل الافلام القديمة الحلوة. ولو قد ما قلنا انه غابت ليلى مراد عنا رح نضل كتير نشتاق له ونشتاق لصوتها الحلو ولوجودها بالافلام. البحر دايماً بيضحك لما بكون جنبه. وإزاي تفهمي لغته؟ الموج بيكلمني وبكلمه. لما بكون زعلانة باجي أشتكيله ألاقي الهم زال عني، ولما بكون فرحانة أغنيله ألاقي الدنيا كلها بتفرح لي. بحبك يا ليلى. أبجد هوس إذا كانت من أحلى الأغاني في الحلقة هي دي. أبجد هوس حطي كلمة. أكثر حاجة يعني أنها خرجتنا من الستيل الكلاسيكي اللي مستنسين فيه. كنا روح واحدة. أنا بالنسبة لي يعني غني حبيت أغني بطريقة اللي أنا ما بغني فيها عادة، حبيت إني أنا أدخل بالجو تبع الأغاني تبعونها. يعد من عيني قلبي لقلبك مال. أنا أغني ليلى مراد ستايل بتاعها شوية بيفرح. الموسيقى الجديدة اللي معمولة على الأغاني مديها طابع كمان مختلف. وصلت بالخيال لهذاك الزمن. احنا الاثنين والعين في العين. اهلا قلبي وسعد حبيبين. احنا الاثنين احنا الاثنين. تكريم لليلى، لليلى وحدة ما تكفي، وانت استاذة. احنا الاجيال والاجيال اللي بعدنا كمان حنسمعك دائما. ليلى مراد قصتها كانت مليانة بالتحديات والنجاحات، تتعلمي إيه من مشوارها الفني؟ تعلمت منها إصرارها، إنها هي غنت في سن صغير، غنت في سن 14 سنة، وطبعاً هي اللي علمها الغناء، أبوها كان ملحن ومطرب في نفس الوقت، وتعلمت إصرارها وحبيت عفويتها وحبيت إنه هي ثابرت بالغنى وبالتمثيل. تفتكري ليلى مراد ممكن تتكرر تاني في زماننا ده؟ طبعا مستحيل اي فنان من الزمن الجميل انه يتكرر، وممكن يكون في افضل ممكن يكون في اقل، بس انه يتكرر نفس الشخص عموما ما اتوقع. وتفتكري ايه العائق اللي واقف قدام الفنانين الجدد انهم يبقوا زي ليلى مراد والكبار والعمالقه الفنانين؟ ما اتوقع انه في اي عائق. ما فيش اي عائق معين انت شايفاه؟ لا، لو هو مجتهد، لو هو يحب عمله ويحب ومؤمن في نفسه ومؤمن بالعالم قبل نفسه، أكيد إنه إن شاء الله حيوصل. مشاعل، إحنا عاوزين نشكرك بوجودك معنا الليلة، واستمتعنا بكل دقيقة وبكل أغنية إحنا غنيناها. حبيبة قلبي شكراً، وأنا لي الشرف بتواجدي. شكراً حبيبتي. بعد كل اللحظات الحلوة اللي عشناها مش فاضل غير إننا نودعكم ونوعدكم بحلقة جديدة الأسبوع الجاي.
أما الختام فمع أنا قلبي دليلي بصوت رحاب عمر.